القرار الرابع هو استنفار هيئة الكوارث، وهذه هيئة موجودة برئاسة الوزراء ومتصلة بكل المحافظات. هذا الأمر سيتم تفعيله والتنسيق يكون ساعة بساعة، بحيث أن غرف العمليات بكل المحافظات مع الغرفة المركزية برئاسة الوزراء يكونوا عم يشتغلوا على كل دقيقة وكل ساعة لمتابعة التطورات اللي عم تصير والتخفيف من خطرها ومن مشاكلها.